بدأت بعض الحقائق تتكشف. إسرائيل ضربت بعرض الحائط هذه القوانين الدولية. الوساطة السورية تتابع التطورات الإيرانية. معاناة الفرنسيين ورغبتهم في حياة أفضل. جيش الاحتلال الإسرائيلي رد لسلسلة من الغارات الجوية على عدة بلدات لبنانية. العراق يقف إلى جانب إيران هذا الوقت العصيب. الأوضاع في السودان كارثية تماماً. قرار محكمة العدل الدولية بإدخال المساعدات بشكل سلس. الكثير من الغارات الجوية الإسرائيلية في محيط المعبر من الجانب الإسرائيلي. التغطية مستمرة على القاهرة الإخبارية عاصمة الخبر. البداية مع التطورات في قطاع غزة. قالت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مصادر مطلعة: تشهد المملكة المتحدة أزمة معيشية حادة. طلب زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتقديم استقالته. تحقيق العدالة الاجتماعية والحد بالنزيف الاقتصاد القومي. من البنتاغون نقل بعض الأصول العسكرية قرب لبنان. غزة نذهب إلى الولايات المتحدة الأمريكية. مشاهدينا إلى تطورات الأوضاع في الصين، تورونتو، من القاهرة، نيويورك، من القدس المحتلة، ألمانيا. القاهرة الإخبارية عاصمة الخبر. أهلا بكم مشاهدينا مع تغطية خاصة لأهم الملفات على الساحة العالمية، نبدأها بالوضع في الضفة الغربية المحتلة. فجأة ما سمعنا الصاروخ طلع، شفنا أشلاء، فجأة الثاني بده يسع فضربه. الاحتلال الإسرائيلي مجرم بتهمة التجويع. كلهم فدى القدس. قاموا بتغريب الأهالي واعتقالات، وقاموا يعني اقتحام بعض البيوت. بصير اقتحامات للمستوطنين، بصير ضرب حجار، تفتيش سيارات. أسف الشاهد بدمه. صعد الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على الضفة الغربية في إطار عملياته العسكرية الموسعة المتواصلة لليوم الخامس على التوالي. هذا فيما أدان مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية الهجوم على مخيم جنين للاجئين في الضفة الغربية المحتلة. ودعا المكتب لإنهاء الهجوم الحالي على مخيم جنين للاجئين على الفور، مشددا على أن الهجوم المستمر على المخيم وأجزاء مجاورة من مدينة جنين أدى إلى عمليات استهداف غير قانونية وانعدام الأمن للسكان الفلسطينيين وتدمير هائل للمخيم. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 22 فلسطينيا منذ بدء العملية العسكرية الموسعة لجيش الاحتلال شمالي الضفة الغربية فجر الأربعاء الماضي، وأوضحت أن حصيلة الشهداء في الضفة منذ 7 أكتوبر الماضي بلغت 677 شهيدا. هذا وأكدت الفصائل الفلسطينية أن عناصرها خاضوا اشتباكات بالأسلحة الرشاشة والعبوات المتفجرة مع قوات الاحتلال شمال الضفة الغربية المحتلة. أكدت إدارة مستشفى جنين الحكومي استمرار انقطاع التيار الكهربائي بسبب تدمير خط الكهرباء المزود للمستشفى، وتقرر دمج عدة أقسام مع بعضها وإيقاف التكييف وتشغيل محطات الأكسجين جزئيا. وأوضحت أنه كذلك تم إيقاف العمل في قسم غسيل الكلى والتنسيق مع المرضى لنقلهم إلى المراكز الطبية في نابلس لحين انتهاء الأزمة الحالية. هذا وأعلنت طواقم جمعية الهلال الأحمر أنها نقلت عددا من مرضى مستشفى جنين لمستشفى الرازي بسبب انقطاع التيار الكهربائي.
حذرت الحكومة الفلسطينية من استمرار حصار قوات الاحتلال للمستشفيات في جنين وخروج بعض الأقسام من الخدمة والمخاطر التي تهدد حياة مرضى غسيل الكلى. كما حذرت الحكومة من مخططات استهداف حكومة اليمين الإسرائيلية للمخيمات ودعوات بعض قادتها لتهجير المواطنين الفلسطينيين، مطالبة دول العالم بتحركات جدية لمزيد من الضغط على حكومة الاحتلال، مؤكدة متابعتها مع مختلف جهات الاختصاص لمساءلة إسرائيل دوليا عن جرائمها المستمرة. حذرت الخارجية الفلسطينية من نتائج وتداعيات عدوان الاحتلال المتواصل وحرب الإبادة والتهجير القسري ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة ومخيماتها. كما حذرت الخارجية من محاولات الضم التدريجي للضفة الغربية بما يؤدي إلى تفجير الأوضاع في الأراضي المحتلة والمنطقة برمتها، وأشارت إلى أن الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة تحاول فرض تغييرات على الواقع بالقوة لخدمة مصالحها الاستيطانية، وطالبت المجتمع الدولي بسرعة التدخل لوقف عدوان الاحتلال على الشعب الفلسطيني وإجباره على الانصياع لإرادة السلام الدولية. أعلن جيش الاحتلال رسميا مقتل أحد جنوده في جنين، وكان إعلام فلسطيني أفاد بمقتل جندي إسرائيلي وإصابة نحو 15 آخرين خلال المواجهات في جنين، بينهم إصابات خطيرة. هذا وأعلنت الفصائل الفلسطينية أنها نصبت أكمنة محكمة لقوة مشاة بجيش الاحتلال في جنين، وأضافت الفصائل أن الكمين كان في حي الدمج حيث جرى الإيقاع بأفراد قوة الاحتلال بين قتيل وجريح. شارك العشرات من الشبان الفلسطينيين الليلة في مسيرة جابت شوارع وسط مدينة رام الله تنديدا بالعدوان الإسرائيلي المتواصل بحق الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة. وردد المشاركون الشعارات المنددة بجرائم الاحتلال المستمرة في قطاع غزة ومحافظات شمال الضفة الغربية، خاصة جنين التي تتعرض لعدوان متواصل منذ 4 أيام. كما ندد المشاركون بصمت المجتمع الدولي إزاء جرائم الاحتلال المستمرة بحق أبناء الشعب الفلسطيني. وللمزيد ينضم إلينا من جنين الدكتور نزار نزال خبير الشؤون الإسرائيلية. أهلا بك دكتور نزار. قبل أن نعلق على خبرنا الأخير المتعلق بالمظاهرات التي جرت في رام الله، ربما أعود بعض الوقت للأخبار التي قرأناها عن مستشفى جنين الحكومي والإدارة الحكومية هناك، وتحدثوا عن تشغيل محطات الأكسجين جزئيا بسبب تعنت الاحتلال إما بقطع الكهرباء أو عن منع الإمدادات. ألا تعد هذه أو هذا الفعل بشكل واضح وصريح للمرة الألف دكتور نزار انتهاكا لمعاهدة جنيف الرابعة وكذلك قوانين المحكمة الجنائية الدولية والعدل الدولية؟ صباح الخير لك وللسادة المشاهدين. إسرائيل لا تعترف ولا تعطي بالا للقوانين الدولية ولا للمحاكم الدولية ولا لمجلس الأمن ولا للجمعية العامة. إسرائيل دولة فوق القانون. لاحظنا يوم أمس عندما كان هناك أحد الأسرى الذين تم العثور عليهم في رفح يحمل الجنسية الأمريكية، الأمريكان قاموا الدنيا ولم يقعدوها ووقفوا على إصبع واحد، وبالتالي مقتل وإصابة أكثر من 150 ألف في قطاع غزة لم يهتز شعر لرأس بايدن أو أي من الإدارة الأمريكية. إسرائيل دولة فوق القانون. لاحظ معي عندما تقدم يعني كريم خان المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية بطلب لإصدار مذكرات اعتقال بحق وزير الجيش يوآف جالانت ونتنياهو رئيس الوزراء، كيف أن الأمريكان يضغطون باتجاه عدم إصدار هذه المذكرة، علما بأن قانون ميثاق روما ومحكمة الآي سي سي اللي هي محكمة الجنايات الدولية تعطي من شهر إلى 8 شهور لإصدار هذه المذكرة، ومع ذلك لم يصدر إطلاقا. أمريكا هي من
تقود الحرب اليوم في غزة وفي الضفة الغربية، والإسرائيليين أداة من أدوات الاستعمار الأمريكي. واضح تماما أن إسرائيل اليوم انتقلت من إدارة الصراع إلى حسم الصراع، وذلك باستخدام نظرية الصراع الاجتماعي الممتد. وهذا النوع من الصراع هو من أكثر أنواع الصراع دموية، وهو الاعتداء على المشافي وعلى المدارس وعلى الشوارع. أنا زرت جنين يوم أمس ولاحظت ما لاحظته بقوة، يعني حتى تستطيع أن تصل إلى أطراف المدينة. لم أعرف المدينة إطلاقا، تغير شكلها وتغير الجغرافيا في مدينة جنين. لم يبقى شارع إلا وتم تدميره، شركات الاتصالات، المنظومة الصحية، المنظومة التعليمية، الاعتداء على البشر وعلى الحجر. إسرائيل تخفي خلف ضرباتها وخلف العملية العسكرية التي أطلق عليها المخيمات الصيفية مشروع سياسي له علاقة بإقامة مملكة يهودا والسامرة في الضفة الغربية. تريد أن تجعل واقع جديد يتعذر عليه أو يتعذر من خلاله الحديث في حل الدولتين. إسرائيل انتقلت من الحرب الصامتة في الضفة الغربية إلى الحرب بالدم. هناك عشرات الشهداء وهناك عشرات الإصابات. مدينة جنين تتحول اليوم إلى غزة الصغرى، لا يمكن أن تفرق بين خان يونس أو دير البلح من جهة وبين جنين من جهة أخرى. الإسرائيليين ماضين في حربهم الضروس من أجل تثبيت نظرية نتنياهو التي كتبها عام 1996 عندما ألف كتابه مكان بين الأمم، وتحدث عن واقع فلسطين وأن الفلسطينيين وافدين وليسوا أصحاب حق، وهذه الدولة دولة يهودية خالصة من البحر إلى النهر. وبالتالي هذه الرؤى التي ينفذها اليوم نتنياهو وحكومته الفاشية، مستغلا الصمت الدولي ومستغلا. هل قرأت هذا الكتاب دكتور، مكان بين الأمم؟ نعم، نتنياهو ألف هذا الكتاب وموجود الكتاب، ألفه عام 1996. لكن يعني بناء على هذا الادعاء إلى ماذا يستند نتنياهو؟ يعني ما هو النسق القانوني أو حتى النسق التاريخي الذي يقول بناء عليه أنهم أصحاب الأرض وأن الفلسطينيون ما هم إلا مجموعة من النازحين؟ إلى أي دليل؟ هو يؤلف من نسج خيالي، هو يقول أن الفلسطينيين جاءوا من جزيرة كريت وهم غزاة وهم دخلاء على هذه الأرض، وهذه الأرض حق تاريخي للشعب اليهودي بناء على نبوءات. يعني الجميع لا يدرك أن نتنياهو تحول إلى حاخام، ولم يعد نتنياهو ذاك السياسي الذي يتحدث إلى حد ما بالواقعية من قلب الصهيونية القومية. هو يتحدث اليوم بناء على أصحاح وبناء على نبوءات في التوراة، وألف العديد من الكتب، مكان تحت الشمس ومكان بين الأمم، ويطبق ما كتبه نتنياهو. لا يعتمد على 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 نصوص في القانون الدولي، ولا يعتمد على تاريخ، ويعتمد على نبوءات، ويستمد حديثه وبياناته وموافقه من قلب التوراة. هذا ما لاحظناه وبدأت يعني أنا أقرأ بهذا الكتاب، وما أراه في هذا الكتاب هو اليوم يطبقه حقيقة. هو يريد أن يسيطر على كل الضفة الغربية، ويريد أن يجعل من الفلسطينيين أقلية، ويخيرهم إما الموت وإما الرحيل، ولا خيار ثالث لديهم. وبالتالي هذه النظرية وهذا السلوك يتناغم تماما مع الإعلان الصريح لسموتريتش الذي تحدث مطولا عن هذا الموضوع قبل السابع من أكتوبر. لاحظنا تصريحات سموتريتش قبل السابع من أكتوبر، بالعكس هو بعد أن فرزته الانتخابات في العام 2022 وتم صياغة خطة الحسم. عد إلى خطة الحسم أستاذ العزيز الذي قرها نتنياهو أوكلت إلى سموتريتش من أجل تنفيذه، هو يتطابق تماما مع ما يجري اليوم، علما بأن 2022 كانت بعيدة كل البعد عن الأحداث التي حصلت في السابع من أكتوبر. ما نلاحظه اليوم نتنياهو يريد أن يدمر أوسلو، ويريد أن يدمر مرافق وملاحق اتفاقية كام ديفيد التي وقعت مع الأشقاء المصريين في عام 1979 وملاحقها في العام 2005. نتنياهو يتفق مع شارون في الأحاديث التي لها علاقة بالسلام، عندما انسحب شارون من شمال الضفة الغربية ومن قطاع غزة في العام 2005 بما يعرف بقانون فك الارتباط. نتنياهو اختلف مع شارون في هذه الجزئية، وعاد ليجتاح ويدمر ويضم، واتفق مع شارون عندما
قام شارون بال2002 باجتياح الضفة الغربية ردا على المبادرة العربية التي تقدمت بها السعودية في قمة بيروت. هذا الرجل اليوم رجل دموي وهو ذاهب بالمنطقة إلى مزيد من الصراعات وإلى حروب مفتوحة يمكن أن تنزلق المنطقة كلها إلى حرب. لا أحد يعتمد ولا أحد يعتقد لا أحد يستطيع أن يتنبأ ب يعني نتائج أو الأوتكمز لهذه الحرب المدمرة. وربما يعني دكتور نزار يعني أخذ من كلام حضرتك الآن لأذهب منه إلى البيان الذي صدر عن الخارجية الفلسطينية حيث أشارت إلى أن الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة تحاول فرض تغييرات على الواقع بالقوة لخدمة مصالحها الاستيطانية. بناء على هذه الإشارة من وزارة الخارجية الفلسطينية أسألك هذا السؤال، هذه الأفعال الإسرائيلية التي تجري الآن في الضفة هم كما يريدون أو كما يعبر بالأفعال الإسرائيلية أن يكون الأمر للقضاء على المقاومة أو ما إلى ذلك، لكن بالتبعية دكتور نزار هذه الأفعال هل ستؤدي إلى تهجير الفلسطينيين من الضفة أم إلى انتفاضة ثالثة في الضفة؟ لا أعتقد أن الفلسطينيين في الضفة الغربية سيكرروا تجربة عام 1948. تعرف معي والجميع يعرف أن الإسرائيليين يعني ميليشيات المنفلتة هاجانا وشتيرن وغيرها في عام 1948 قتلت 13 ألف فلسطيني وهجرت 750 ألف من الفلسطينيين وتم تدمير 518 تجمع سكاني للفلسطينيين. اليوم في العام 2023-2024 الفلسطينيين لن يكرروا هذه التجربة. الفلسطيني اليوم يقف على مفترق طرق، إما الموت وإما البقاء. لا يمكن على الإطلاق أن يعودوا ليكرروا قصة حزينة كتبها الزمن وكأنها قدر نزل من السماء على هذا الشعب المظلوم المسكين. وبالتالي أنا أسمع أحاديث الناس في الشوارع وهم يقولون الموت أفضل من الرحيل. لا أعتقد أن إسرائيل تنجح في عملية التهجير، ممكن إسرائيل تنجح في عملية النزوح وليس التهجير، وهناك فرق شاسع ما بين المفهومين. ممكن الفلسطينيين أن ينزحوا من مخيم جنين باتجاه مدينة قباطية أو باتجاه مدينة يعبد أو باتجاه نابلس، ولكن لن يخرجوا خارج بلادهم حتى لو كلفهم ذلك الموت. واضح تماما أن الإسرائيليين ذاهبين من خلال اتهام المقاومة الفلسطينية بأنها شرسة وبأنها كبيرة وبأن هناك جيش منظم داخل الضفة الغربية يريد أن يصور للعالم أن ثلث الجيش الإسرائيلي الذي دفع به نتنياهو إلى الضفة الغربية هو يحارب بين قوسين الإرهاب. والحقيقة أن نتنياهو وتوليفته الحكومية تريد أن تطبق مشروع سياسي كان من المحرم ومن المجرم قبل 7 أكتوبر الحديث عن إلغاء على سبيل المثال العنوان السياسي للشعب الفلسطيني. واليوم نلاحظ أن الإسرائيليين ذاهبين من أجل إلغاء أوسلو وإلغاء السلطة الوطنية الفلسطينية العنوان السياسي للشعب الفلسطيني حتى يسهل التعامل مع الشعب الفلسطيني في وقت لاحق كمجموعات وبعد ذلك كأفراد. هذا هو المسلسل وهذه هي حلقاته، يريد أن يقيموا مملكة يهودا والسامرة. وإلا أستاذ العزيز ماذا نسمي تسليح أكثر من 150 ألف مستعمر بالسلاح؟ هل وزع السلاح على هؤلاء المنفلتين من أجل اصطياد العصافير في تلال الضفة الغربية؟ أم أن هناك مشروع سياسي يريد أن يطبقه نتنياهو وسموتريتش وابن كبير في ظل صمت أوروبي؟ وخاصة هناك يعني شيء غريب أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تتحدث فيما يتعلق بموضوع الضفة الغربية، وكان هناك خلاف ما بين الإسرائيليين والأمريكان على موضوع إدارة الصراع ومن ثم تحويل الصراع، وكان هناك خلاف ما بين الأمريكان والإسرائيليين على حسم الصراع. ولكن من اليوم على ما يبدو أن بايدن طمعا في دعم اللوبي الصهيوني في أمريكا تبنى تماما الرؤية والسردية الإسرائيلية التي تنص على إلغاء كل الاتفاقيات مع الفلسطينيين، حتى موضوع إذا ما لاحظت معي موضوع الاتفاقية بين الأشقاء المصريين والإسرائيليين كام ديفيد وملاحق كام ديفيد في العام 2005 كان هناك حديث على ما يبدو حديث عالي الصوت وذات نبرة مرتفعة من قبل الأشقاء المصريين للأمريكان بأن الأمور ذاهبة إلى مزيد
من التصعيد، يجب على الإسرائيليين الانسحاب من محور فيلادلفيا. كان هناك مكالمة هاتفية ساخنة وحارة جدا بين بايدن ونتنياهو على موضوع محور فيلادلفيا، وطلب من نتنياهو مغادرة محور فيلادلفيا لما سيشكله مستقبلا على تصاعد للأمور وبين المصريين وبين الإسرائيليين. مصر لا يمكن أن توافق على الإطلاق على وجود عسكري على محور فيلادلفيا يهدد أمنها القومي. واضح تماما أن المصريين اليوم يرفعوا صوتهم ويرفعوا أوراق قتال ضد الأمريكان وضد الإسرائيليين. مصر دولة وازنة وكبيرة، والإسرائيليين الدولة العميقة في إسرائيل تخشى الجيش المصري وتخشى مصر. ما حصل في عام 1973 ما زال جرح نازف في قلب كل إسرائيلي يعيش في إسرائيل، وبالتالي أعتقد أن الأمور ذاهبة إلى مزيد من التصعيد فيما لو استمر نتنياهو وحكومته الفاشية في هذه الإجراءات وهذه التصرفات. نحن نتحدث عن 6 مليون فلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة. نتنياهو يشن حرب إبادة على هذا الشعب بدون أي سبب. اللهم إلا أنه سأل عن حقه ويريد أن يقرر مصيره. السلطة الوطنية الفلسطينية جاءت بسبب الاتفاقات التي وقعت عام 1991، وبالتالي إسرائيل خرقت كل هذه الاتفاقات ومزق نتنياهو اتفاقية أوسلو وكل الاتفاقات حتى اتفاقية أجوان، اتفاقية أجدو في الخليل. نحن نلاحظ أنه دمرها. يوم أمس الجيش الإسرائيلي حاصر الخليل وما زال يحاصر الخليل، واعتقد أن الجنوب الفلسطيني أو جنوب الضفة الغربية ستنضم إلى المقاومة الفلسطينية في حال استمرت الأمور بهذا الشكل في شمال الضفة الغربية. الوضع في الضفة الغربية مقلق جدا، نعم. واعتقد أن الأيام القريبة القادمة تحمل في طياتها وهي حبلة بأحداث كبيرة لا أحد يمكن أن يتنبأ إلى أين ممكن أن تصل الأمور. نعم، يعني دكتور نزار أشكرك جزيل الشكر على كل هذه المعلومات وكل هذا التحليل من جنين. الدكتور نزار نزال خبير الشؤون الإسرائيلية، شكرا جزيلا لك. والآن إلى تطورات الأوضاع في قطاع غزة. قطاع غزة في حالة هستيرية. بطل في أمل، يئسنا. تبدأ اليوم الأحد حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في المناطق الوسطى من قطاع غزة ولمدة 3 أيام. وكانت الحملة قد انطلقت من جنوبي القطاع، حيث أكدت وزارة الصحة الفلسطينية أنه خلال كل جولة من الحملة تقدم الوزارة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية واليونيسف والأونروا والشركاء قطرتين من لقاح شلل الأطفال الفموي الجديد. أعلنت مصادر إعلامية فلسطينية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي نسف مباني سكنية غربي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، كما استهدفت طائرات الاحتلال جنوبي مدينة غزة بغارات مكثفة وقصف عنيف. وحلق الطيران الحربي الإسرائيلي على ارتفاع منخفض في أجواء مدينة غزة، كما شنت غارة جوية عنيفة على شمال قطاع غزة. واستهدفت مدفعية الاحتلال حي السلام شرق بلدة جباليا شمال قطاع غزة. أعلن البيت الأبيض أن القوات الإسرائيلية انتشلت 6 جثث لمحتجزين لدى حماس في نفق أسفل مدينة رفح الفلسطينية. وفي بيان له أوضح البيت الأبيض أنه تم التأكد من أن جثة أحد المحتجزين لمواطن أمريكي يدعى هيرش جولدنبرغ بولن. وكان الجيش الاحتلال قد أعلن في وقت سابق أنه عثر على جثث لمحتجزين إسرائيليين في قطاع غزة. أعلن جيش الاحتلال استهداف قائد لواء مخيمات الوسطى في حركة الجهاد محمد القطراوي،
وأشار إلى أنه أجرى العملية المشتركة بالتعاون مع جهاز الأمن الداخلي الشباك، وهاجم فيها قائد لواء حركة الجهاد في قصف جوي وسط قطاع غزة. أفاد مراسلنا بسقوط عدد من الشهداء والمصابين جراء قصف الاحتلال لمحيط مستشفى المعمداني بمدينة غزة، هذا وتشير الحصيلة الأولية لسقوط 3 شهداء حتى الآن، فيما تواصل فرق الإسعاف انتشال الشهداء والمصابين جراء القصف الإسرائيلي. وللمزيد ينضم إلينا من لاهاي زيد تيم، أمين وسر حركة فتح بهولندا. أهلا بك سيد زيد. ويعني ننتقل إلى الخبر الذي أورده البيت الأبيض عن المحتجزين، لكن قبل التطرق في هذا السؤال في آخر مداخلة ربما لم تكن بأفضل حال صحي، أتمنى أنك الآن بخير سيد زيد. أسعد الله صباحك أولا أخي محمد وأستاذ محمد، الرحمة للشهداء والحرية للأسرى والشفاء للجرحى، وتحية طبعا إلى كل إنسان يصنع في هذا العالم سلاما عادلا وشاملا لكل شعوب الأرض. نعم، البيت الأبيض أعلن أن القوات الإسرائيلية انتشلت 6 جثث لمحتجزين لدى حماس في نفق أسفل مدينة رفح الفلسطينية. يعني هذا الخبر يعني تداولت بعض وسائل الإعلام قبل ذلك أن هؤلاء المحتجزين سقطوا بفعل العدوان الإسرائيلي وفقا لشهادة من نجوا أو من تم إطلاق سراحهم من المحتجزين الإسرائيليين، قالوا أننا كدنا نموت أكثر من مرة بسبب الطيران الإسرائيلي. هذا القصف السجادي الغاشم وهذا العدد الذين ربما قتلوا من واقع قصف إسرائيلي، ألا يؤجج مشاعر المستوطنين الإسرائيليين وأهالي المحتجزين؟ أستاذ محمد، يعني الاحتلال يحاول قدر الإمكان تقديم كل أشياء يندى لها جبين البشرية حقيقة بأسلحة أمريكية. نفس هذا الأمريكي الذي قالوا أنه وجدوه في رفح قتل بأسلحة أمريكية، الطيران الأمريكي قتله أكيد كما قتل كثير من الإسرائيليين الذين يستخدموا جيش الاحتلال يستخدم الأسلحة الأمريكية الذي قصفوا فيها كثير من الواقع. هل يوجد شبر واحد في قطاع غزة السالم؟ هل يوجد أي كيان مستشفى أو مدرسة أو حتى مراكز اللجوء مراكز النزوح الذي يقول جيش الاحتلال بأنها آمنة؟ هل هي آمنة؟ لذلك أنا أعتقد اليوم أصبح الأمر واضح بالنسبة، لا يهم لا نتنياهو ولا حكومته، يعني لا الأسرى ولا غيرهم. وقع هذا تحدث به ترامب في خطابه الأخير، قال ممكن أن يكون جميع المحتجزين هم ماتوا، هذا ما يقوله، ويعلم أن كم الكبير من الأسلحة الذي سقط على غزة يعني كم لا أكثر من هيروشيما ونكازاكي يعني بالفعل. هناك مخطط أستاذ محمد، هناك مخطط واضح جدا في حرب الإبادة واستحداث. أنا بدي أخبرك شغلة مهمة جدا لمحطتكم المحترمة، أن هناك استحداث منصب جديد بجيش الاحتلال ألا وهو رئيس الجهود الإنسانية، وبرأس هذا الجهاز العميد العاد غورن، وهذا كان ضابط في وحدة تنسيق أعمال الاحتلال في الضفة في 1900 في أراضي 67. وهذا الشخص نفسه هذا المنصب يعادل تماما منصب رئيس الإدارة المدنية في الضفة الغربية. هذا يعني شيء واحد، أن الاحتلال يفكر بأن يكون احتلالا طويلا، ولا يفكر لا بإعادة الإعمار ولا يفكر إلا بمصالحه. وهذا الحكي سيؤدي بشكل فعلي إلى اعتراضات أكيد دولية، وإلى بعض الأمور وبعض القرارات وبعض الاستنكارات الذي لم تعد تفيد هذه الاستنكارات بأي شيء حقيقة. ومع ذلك أن الدول التي سوف تساعد الأراضي الفلسطينية لا تقبل أن تساعد
وتحت حكم عسكري. هذا يعني كذلك الذي سيحرم من المساعدات من كثير من الأشياء الشعب الفلسطيني. نعم. ولاحظ ماذا فعلوا ب 640 يعني تقريبا أكثر من نصف مليون طفل فلسطيني من أجل التطعيم. نعم من أجل التطعيم. لاحظ ماذا فعلوا، أيام وأيام وأسابيع وأغلب الأطفال قد طالهم المرض ولم يسمح لهم إلا يعني من فقط اليوم على سبيل المثال من أجل أن يستمروا في إعطاء بعض اللقاح، وممكن الجيش بكرة يوقف هذا الموضوع. هل هذا جانب إنساني؟ مع العلم أن منظمات دولية داخلة على الخط، ومنظمات دولية هي التي تقوم بهذا العمل، ولكن يا أستاذ محمد الجيش الاحتلال لا يفهم على الإطلاق إلا لغة القتل والإرهاب، واعتراضه دائما بكل ما يستطيع من يعني لا يحترم لا قانون دولي ولا قانون دولي إنساني، والتنديدات والكلام الذي لم يعد يفيد صار أسطواني مشروخة. يجب أن يكون هناك موقف واضح من هذا العالم من أجل أن يحصل الشعب الفلسطيني على عدالة. وربما أيضا يا سيد زيد، يعني هذه اللقطات التي تبث الآن من داخل الضفة الغربية المحتلة، وربما قبل لحظات شاهدنا تمركزا لبعض آليات الاحتلال الإسرائيلي في شوارع الضفة الغربية، بما يؤكد وبما ينبئ بأن هذا الاحتلال لا زال موجودا على الأرض في يومه الخامس على التوالي في هذه العملية العسكرية. وأيضا يعني عفوا أخي زيد، يعني في هذا الخبر العاجل حيث أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية وقوع عدد من الإصابات في عملية إطلاق نار شمال غرب الخليل بالضفة الغربية المحتلة، وهناك محاولات لإنعاش عدد من المصابين مع انسحاب منفذي عملية إطلاق النار شمال غرب الخليل. نعم أستاذ محمد، أمس انسحب الكيان الصهيوني من جنين، بعض المناطق مدمرة مجرفة، أكثر من 70% من مدينة جنين جرفها الاحتلال، جرف شوارعها وقام وعبث بالأراضي بشكل غير اعتيادي، طلب من بعض المواطنين مغادرة بعض الأماكن وبعض المنازل لأين لا يعلم هؤلاء. يعني أن الاحتلال يستخدم نفس الأسلوب، يستخدم نفس الطريقة. هذه حرب الإبادة الذي يستخدمها في الضفة الغربية هي استكمال لما قام به في غزة، وما يكون فيه استمرار للحرب المجنونة الذي يشنها ضد شعبنا الفلسطيني. والمطلوب من الشعب الفلسطيني، هل من المطلوب من الشعب الفلسطيني تكتيف الأيادي أم الدفاع عن نفسه؟ حقه المشروع أن يدافع عن نفسه حتى لو بالكلمة، حتى لو بالحجر، حتى لو بالسكين، حقه الطبيعي. هذا ما يعني ما قدمته له مش فقط الشعب الفلسطيني، كل العالم والمقررات الدولية طالبت بأن يكون مقاومة الاحتلال حل يعني هذا شيء مشروع. الاحتلال مرفوض، وهناك قانون أصدر من محكمة العدل الدولية يقول بأنه أراضي السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وفي قطاع غزة وفي القدس هي أراضي محتلة ولا يحق للاستيطان توسعة. يعني ذلك أن الشعب الفلسطيني من حقه مقاومة الاحتلال، وأنت أوردت خبرا الآن، هذا شيء طبيعي أن يكون ردة فعل للشعب الفلسطيني شيء طبيعي عند الشباب، عند المقاومين، عند الأهالي، لأنه كل هؤلاء لديهم أخوان ولديهم أهل ولديهم أحباب، والشعب والجيش الإسرائيلي يقوم بقتل هؤلاء. يعني هل هذا يرضي القانون الدولي؟ هل يرضي العالم؟ كفى يعني كفى لهذا العالم عمى وطرش. يجب أن يكون يعني ربما أستاذ زيد، يعني على ضوء هذه النقطة المتعلقة بالقانون الدولي وباحترام القوانين، يعني لو نذكر في جميع المعاهدات الماضية انتهاء دعنا نقول بأوسلو، كان دائما ما تكون العبارة الأشهر في المرحلة الانتقالية أن يكون هناك حكم عسكري لمدة 5 سنوات، ثم يحال الأمر إلى الإدارة المدنية وحتى إجراء انتخابات مدنية فلسطينية من باب الديمقراطية يعني كما يدعون. والآن حضرتك أوردت هذا الأمر المتعلق باستحداث وزارة اسمها الجهود الإنسانية أو ما إلى ذلك، في تأكيد على
يعني مدة الاحتلال الطويلة. لكن هل يعني دعنا نتعلق في الجزئية الأولى، الحكم العسكري الذي كان من المفترض في جميع المعاهدات ألا يزيد على 5 سنوات في جميع ما أورد، هل تخلى الاحتلال الإسرائيلي يوما من الأيام عن فكرة الإدارة العسكرية وتركوا للفلسطينيين حرية الاختيار في كامل أراضيهم ومستقبلهم السياسي؟ ابدا لا، ابدا لا. بدليل استاذ محمد، اتفاقيه اوسلو تنص ان بعد التوقيع الاتفاقيه بخمس سنوات تقام الدوله الفلسطينيه، وهذا لم يحدث الى الان، لم يحدث على الاطلاق. بالعكس، قام جيش الاحتلال مدعوما من امريكا بتشويه السلطه الفلسطينيه، بشيطنه السلطه الوطنيه الفلسطينيه، بقطع الاموال عن السلطه الوطنيه الفلسطينيه. واليوم يقوم الاحتلال، انا اؤكد لك هذا الخبر، وأؤكد لك أن استحداث منصب جديد بالجيش، رئيس الجهود الإنسانية، جهود إنسانية، جيش احتلال إرهابي، جهود إنسانية، وهذا المنصب يوازي تماما منصب رئيس الإدارة المدنية في الضفة الغربية. والشخص الذي أخذ هذا المنصب هو إنسان كان منسق أعمال الاحتلال في أراضي 67، يعني ذلك أنه الاحتلال يحاول أن يكون هناك مخطط عسكري العمل بشكل مستمر في قطاع غزة، وسيكون هو المسؤول، وخصوصا أنه لا يوجد خطة لما يقول عنه ما بعد انتهاء الحرب. هل يوجد خطة استراتيجية واضحة لدى حكومة نتنياهو لما قال عنها اليوم التالي لبعد الحرب؟ أنا أعتقد أنه كل ذلك يشير إلى شيء واضح مهم، حتى في التقرير، حتى في الكلام أتى أنه سوف يكلف هذا العمل 5 فرق من جيش الاحتلال، تكلف كل هذه الفرق 20 مليار شيكل، إضافة 400 موظف. هذا يعني بشكل واضح أستاذ محمد أن الاحتلال يفكر بشكل واضح أنه سيبقى في بعض المناطق، سيحاول قدر الإمكان عسكرة بعض الأمور حتى لو من خارج غزة، حتى لو من خارج غزة، ولكن لن يعيد الأعمار، ويحاول يعني معاقبة الشعب الفلسطيني أكثر مما يقوم به من حرب إبادة حقيقية الآن. نعم، وربما في سؤالي الأخير أستاذ زيد لحضرتك، هل بنيامين نتنياهو هو سياسي يهتم لأمر إسرائيل أم أنه حاخام أكثر منه سياسي؟ كما كانوا من قبل شارون وغيرهم، هو حاخام ديني. لماذا يدعم من قبل الصهيونية الأمريكية الآن المسيحية؟ هناك في أمريكا أشياء كثيرة. أقول لك خبر آخر أستاذ محمد، ترامب تحدث أمس بطريقة قال إنه دولة إسرائيل، ما يسمى دولة إسرائيل، صغيرة ويجب تكبيرها. أنا ما بفهم على حساب مين بده يكبر هاي الدولة. ترامب عايش بأمريكا، بده يكبر دولة هي محتلة أصلاً. أنا اللي بدي أقول لك إياه بشكل واضح، نعم، نتنياهو يفكر بهاي العقلية الدينية، حتى قضية طرح يهودية الدولة، وما يقوم وما يحاول أن يعتمد عليهم هم بن غفير، سموتريش، وجالنت، وكثير من المتدينين، وعلى رأسهم بن غفير الإرهابي الذي يحاول تغيير بعض المناطق في بيت المقدس في القدس لمصلحته الدينية، وهذا ما لا يمكن أن يحدث إذا كان هناك لسه بعد في تفكير فعلي بأنه نحن 1.2 مليون مسلم، يجب الدفاع عن هذا المقدس، لأنه هذا المقدس لا يعني الأراضي المقدسة، لا تعني الشعب الفلسطيني. أنا أقول لك شيء أخير أستاذ محمد، أن نتنياهو وبشكل واضح أنه رجل لا يفكر إلا بمصلحته الشخصية، ولا يفكر إلا بمصلحته الدينية فقط لا غير. نعم، يعني سيد زيد أشكرك جزيل الشكر من لاهاي. السيد زيد تيم، أمين سر حركة فتح بهولندا، جزيل الشكر لك. إذن مشاهدينا، ننوه إلى هذا الخبر العاجل، حيث أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية وقوع عدد من الإصابات في عملية إطلاق نار شمال غرب الخليل بالضفة الغربية المحتلة، وهناك محاولات لإنعاش عدد من المصابين مع انسحاب منفذي عملية إطلاق النار شمال غرب الخليل. وذكرت وسائل إعلامية وجود 3 إصابات خطيرة في عملية إطلاق النار التي جرت قرب حاجز ترقمية غرب الخليل.
إذن نعيد على حضراتكم هذا الخبر العاجل، إذ أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية وقوع عدد من الإصابات في عملية إطلاق نار شمال غرب الخليل بالضفة الغربية المحتلة، وهناك محاولات لإنعاش عدد من المصابين مع انسحاب منفذي عملية إطلاق النار شمال غرب الخليل. وذكرت وسائل إعلامية وجود 3 إصابات خطيرة في عملية إطلاق النار التي جرت قرب حاجز ترقمية غرب الخليل. والآن ننتقل إلى تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية. Новых технических решений. أفاد مراسل القاهرة الإخبارية بمقتل 3 أطفال وإصابة 7 آخرين جراء حريق بضواحي العاصمة الروسية موسكو. وأشار مراسلنا إلى إسقاط حوالي 14 مسيرة أوكرانية في مقاطعتي بريانسك وليبيتسك وضواحي موسكو. من جانبه أعلن حاكم منطقة بلغرود الروسية فياتسكلاف جلادوكوف إسقاط عدة أهداف جوية فوق المقاطعة دون وقوع إصابات. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا من جنوب لبنان الدكتور سمير أيوب الخبير في الشؤون الروسية. أهلا بك يا دكتور. ويعني هذه التصاعدات التي انتقلت الآن من الحدود مع أوكرانيا إلى داخل العمق الروسي، كيف تقرأ تبعاتها دكتور سمير؟ أهلا وسهلا بكم أستاذ محمد، تحياتي لكم ولمشاهديكم الأعزاء. يعني هذه المسألة متوقعة ودائما تنتظرها روسيا، إذ أنه يوميا يتم إسقاط العشرات من المسيرات التي تتجه باتجاه المدن الروسية والأحياء السكنية. الغريب في الأمر أن هذه المسيرات لا تتجه باتجاه أهداف عسكرية أو سكنات عسكرية أو حتى طرق مواصلات يعني يستخدمها الجيش الروسي. بالأمس هناك العديد من الضحايا المدنيين في مدينة بيلغراد، يعني 5 شهداء سقطوا بالإضافة إلى حوالي 50 جريح، وهذه المسيرات والصواريخ سقطت في أماكن يعني يوجد فيها فقط سكان مدنيون. أيضا اليوم الذين سقطوا أو الذين أصيبوا هم من المدنيين. هذا إن دل على شيء يدل على أن هناك هدفين لهذه الهجمات: أولا تعويض الخسائر التي تحدث لدى الجيش الأوكراني والانهيارات وخاصة في منطقة دونباس، ثانيا وهو خارجي محاولة الإيحاء للدول الغربية وللولايات المتحدة الأمريكية بأن الجيش الأوكراني قادر على ضرب أهداف بعيدة المدى داخل الأراضي الروسية، وهذا يمهد لتسهيل طلبات كييف وقبولها لدى الغرب ولدى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل خاص، حول يعني دائما أنها تريد استيراد أسلحة والسماح لها بضرب العمق الروسي بصواريخ وبمسيرات. هذا بتقديري الهدف ليس يعني ضرب الجيش الروسي أو التأثير عليه بشكل كبير، وهذا هدف مشترك لنظام كييف والغرب، وإنما الهدف الأساسي هو إحداث حالة من الرعب وعدم الاستقرار في الشارع الروسي ولدى المجتمع الروسي من أجل تأنيبه ضد الرئيس وضد حكومة الرئيس فلاديمير بوتين. لكن دائما يعني هذه العمليات الإرهابية وسقوط الضحايا من المدنيين يعطي نتيجة معاكسة لذلك، إذ أن كل المجتمع الروسي بعد أي هجوم وبعد سقوط ضحايا يؤكد تأييده للرئيس بوتين، وهناك يعني دعوات كبيرة وهناك العديد من الأفراد يعني من الرجال الروس بدأوا يتقدمون للتطوع في الجيش بنسبة أكبر بكثير من السابق لشعورهم بأن أهداف نظام كييف ومن ورائه الغرب هو ضرب روسيا، ضرب المجتمع الروسي أكثر مما هو محاولة كما يدعون لاستعادة الأراضي التي دخلتها القوات الروسية. نعم، لكن يعني ربما تابعت دكتور سمير الطلب الذي تقدم به الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي إلى الولايات المتحدة وقادة الاتحاد الأوروبي إلى
أو لضرب العمق الروسي بشكل مباشر، لكن تحدث بعض الخبراء العسكريين وقالوا أنه يعني بهذا الأمر صواريخ جو تزود بها طائرات F-16 الأخيرة. المدى الفعال لهذه الطائرات أو لهذه الصواريخ في بعيد عن مرمى الدفاع الجوي يكون حوالي 350 كيلومترا بشكل مباشر بدون مناورات. تحدث العديد من الخبراء أن القوات الروسية نقلت معظم الأصول باهظة التكلفة أو باهظة الثمن خلف 400 كيلو. إن كان هذا الأمر واقعيا وأن صواريخ الجو لن تصيب الأهداف الروسية باهظة الثمن أو عالية القيمة الاستراتيجية بشكل مباشر، فلماذا يطلب نظام كييف هذا الطلب إن كان لن يصيب أهدافا حيوية؟ يعني دائما إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا إن كانت متطورة أو حتى أسلحة دمار شامل ولا يمكن أن يؤثر بشكل استراتيجي على مجرى الأحداث. الغرب ومعه الولايات المتحدة الأمريكية مقتنعون بأنه لا يمكن هزيمة روسيا استراتيجيا، لكن الهدف من إرسال هذه الأسلحة وأهداف نظام كييف محاولة إطالة أمد هذا الصراع قدر الإمكان. يعني كلما طال أمد هذا الصراع هم يعتقدون بأن روسيا تستنزف وأنه يمكن في المستقبل أن يحدث هذا أي تغير في الداخل الروسي. يعني الأهداف الأساسية التي يعني اليوم الاستراتيجية للغرب ونظام كييف هو محاولة إحداث أي تغير داخلي روسي عبر اضطراب الشارع الروسي، لأنه عسكريا هناك قناعة تامة بأن لا الصواريخ يمكن أن تغير مجرى الأحداث ولا بضع طائرات من طائرات F-16 وإن أصابت بعض الأهداف وإن وصلت إلى أهدافها يمكن أن تغير في مجرى الأحداث. يعني نحن نعلم أن روسيا تمتلك أسطول جوي ضخم، لديها وسائل دفاع جوية لا يمكن تخطيها في حال أرادت إسقاط هذه الطائرات. لذلك اليوم مسألة تخطي يعني المسافة أو مسافات بعيدة وفي العمق الروسي الهدف منه هو فقط إحداث كما قلت جو من الرعب أو إصابة بعض الأهداف التي يمكن أن يعني تشكل ضغط معنوي ونفسي أكثر مما هو ضغط عسكري. اليوم روسيا لديها عدة أهداف من هذه العملية العسكرية، لكن في نفس الوقت روسيا دائما تقول أن أي استهداف وأي تغير استراتيجي استهداف لبنى تحتية روسية تعتبر استراتيجية يمكن أن تغير في مسار العملية، أن تحول من عملية عسكرية إلى حرب، أن يتم استخدام أسلحة غير تقليدية. يعني هنا اللعب بالنار في هذه المسألة، يعني استهداف أماكن حساسة في روسيا بأسلحة غربية بعيدة المدى ومتطورة يمكن أن لا يكون ضد أهداف عسكرية، ويمكن أن يعمد نظام كييف إلى استهداف أماكن وبنى تحتية مدنية أو محطات نووية سلمية. هذا ما يتخوف منه ما تتخوف منه روسيا وأيضا ما يتخوف منه العقلاء في الغرب. لذلك نحن نرى يعني أن محاولة زيلينسكي دائما في استيراد هذه الأسلحة واستخدامها ضد روسيا أنا دائما أقارنه ما يحدث في الكيان الإسرائيلي عندما يريد نتنياهو توسيع الحرب يحاول استفزاز دول أخرى، واليوم نظام زيلينسكي أيضا يحاول بهذه الأسلحة استفزاز روسيا للقيام برد عنيف يمكن أن يؤدي إلى تدخل الغرب إلى جانب أوكرانيا. يعني هنا محاولة استفزاز حرب لا محاولة لهزيمة روسيا بهذا الشكل وبهذا الوقت القصير. نعم، يعني دكتور سمير أشكرك جزيل الشكر من جنوب لبنان الدكتور سمير أيوب الخبير في الشؤون الروسية. احتجت اليابان لدى الصين بعد دخول سفينة مسح تابعة للبحرية الصينية مياهها الإقليمية، وقالت وزارة الخارجية اليابانية في بيان إن طوكيو سجلت قلقها الشديد واحتجاجها بشأن هذه الواقعة لدى مسؤول بالسفارة الصينية، وتعد هذه هي المرة الثانية التي يتوغل فيها الجيش الصيني في أراضي اليابان وأجوائها خلال أقل من أسبوع بعد انتهاك إحدى طائراته العسكرية المجال الجوي الياباني الأسبوع الماضي. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا من دبي يحيى تشوشيوان خبير العلاقات الدولية. أهلا بك سيد يحيى. يعني هذا البيان الذي صدر عن الخارجية اليابانية ويتحدث عن أكثر من ما أسموه انتهاكا للسيادة الإقليمية لمياه اليابان، برأيك لماذا
تجري هذه الأمور من الدولة الصينية وفقا لهذا البيان الياباني؟ صباح الخير أستاذ العزيز ومشاهدون الكرام، مرحبا بكم إلى برنامجنا. فأنا سعيد جدا بالمشاركة في برنامجكم مرة أخرى. بالنسبة إلى الموضوع، فأعتقد أولا وقبل كل شيء نعرف أن الصين هي قوة مهمة في الساحة الدولية لحماية السلام واستقرار والتنمية في العالم. وطبعا نعرف أن هناك خلافات وهناك يعني الأراضي المتنازع عليها بين الصين واليابان في البحر، وخاصة وفي هذا الصدد أعتقد أن على الرغم من أن وزارة الخارجية الصينية لم ترد على إعلان من قبل اليابان فحسب حتى الآن، ولكن أعتقد أن الصين دائما لا تتدخل في شؤون داخلية مهما كان بالنسبة إلى اليابان أو بالنسبة إلى الفلبين أو بالنسبة إلى أي دولة أخرى. فلا أعتقد أن الكلام من قبل الجانب الياباني صحيح، لأن الصين دائما تسعى إلى تحقيق السلام واستقرار مع الدول المجاورة. وإذا طبعا لدينا خلافات في بعض المواضيع، ولكن الموقف الصيني تجاه حل هذه المشاكل ترجع إلى ترك الخلافات، ولكن السعي وراء التعاون والسعي وراء الأفاق متواضعة بين البلدين. نعم، لكن يعني ربما لفت نظري سيد يحيى، يعني هذه العبارة التي أوردها بيان وزارة الخارجية اليابانية، حيث قال أن وزارة الخارجية اليابانية في بيان أن طوكيو سجلت قلقها واحتجاجها لدى مسؤول بالسفارة الصينية. أتساءل هنا لماذا لم يتم التقدم إلى شخص السفير أو إلى مكتب السفير أو إلى مسؤول العلاقات ما بين الدولتين؟ لماذا تم تسمية الشخص المبلغ بأنه مسؤول في السفارة؟ أعتقد أن هذا ربما التدبير من قبل الجانب الياباني، لأن لا أعتقد أن اليابان ستقوم بتوسيع هذا الأمر إلى حد كبير. فطبعا تتصل بالسفارة الصينية لدى طوكيو، وهذا أعتقد أمر أساسي أو أمر بشكل بسيط بالنسبة إلى الجانب الياباني. وإذا تتصل بكبار المسؤولين في بيجين أو بأي طريقة أخرى، فأعتقد أن ربما هذا الأمر سيكون أوسع، اتساع أوسع. ففي هذا الصدد أعتقد أن إذا نظرنا إلى العلاقات بين الصين وبين اليابان وبين الصين والفلبين وبين الصين وبعض الدول الأخرى، فشهدنا أن العلاقات بين هذه الدول وبين الصين شهدت تدهورا إلى حد كبير، وخاصة نعرف أن العلاقات بين الصين والولايات المتحدة قد تغيرت خاصة خلال السنوات الماضية. وإذا نظرنا إلى هذه الأحداث التي حدثت خلال السنوات الماضية، فنعرف أن كل ذلك ترجع إلى فنعرف أن الولايات المتحدة يعني تقف وراء هذه الأحداث، وخاصة شهدنا ماذا في بحر الصين الجنوبي أو في مضيق تايوان أو في أي شيء آخر. فنعرف أن اليابان هي من الحلفاء المهمة بالنسبة للولايات المتحدة في شمال شرق آسيا. وفي هذا الصدد أعتقد أن الولايات المتحدة واليابان ستسعى إلى احتواء على التنمية الصينية، وخاصة في مجالات اقتصادية وتجارية وتكنولوجية وغيرها من المجالات الأخرى. فأعتقد أن هذا من استراتيجية اليابان أو من استراتيجية الولايات المتحدة فقط. نعم. ربما أيضا يعني سيد شو، يعني في سؤالي الأخير لك في هذه المداخلة، هل تعتقد بشكل أو بآخر أن ما يحدث أيضا من توترات ما بين الصين وما بين الفلبين في الاتهامات المتبادلة فيما يتعلق بتصادم السفن وما إلى ذلك، هل تعتقد أو يعني كما فهمت من كلام حضرتك، هل اليابان أعلنت هذا الأمر لكنها لم تصاعده إلى أعلى المستويات السياسية لأنه تماشي طبعا مع الحدث، تماشي طبعا مع الضغط على الصين، هل هذا ما أفهمه؟ نعم، أعتقد أن الوضع الآن في اليابان وبين العلاقات الصينية اليابانية وبين العلاقات الصينية الفلبينية تختلف شوية، لأن أعتقد أن الأحداث بين
الصين والفلبين قد تكون أكثر تأثيرا خلال الأشهر الماضية، وخاصة شحنا يعني هناك عدد كثيرة من تصادم السفن بين دورتين. وأعتقد أن ذلك يرجع إلى سببين. السبب الأول ربما يرجع إلى الإدارة الجديدة للفلبين، وهي تعرض الصين إلى بشكل كبير وتتماشي مع السياسة الأمريكية في هذا الصدد. ولكن السبب الجوهري هو كما قلت قبل قليل إن الولايات المتحدة تسعى إلى احتواء على التنمية الصينية بكل أساليب مهما كان بالنسبة إلى التجارية والاقتصادية، ولكن بالنسبة إلى العسكرية، ولكن العسكرية لا تتدخل بشكل مباشر بالنسبة إلى الولايات المتحدة بل من خلال حلفائها، على سبيل المثال من خلال الفلبين في شمال شرق آسيا أو من خلال اليابان. ولكن نعرف أن اليابان والولايات المتحدة هي من الدول الكبرى في العالم، فربما لا تسعى أو لا ترغب في تدخل في الاصطدام مع الصين بشكل مباشر. ولكن الفلبين يعني هي دولة يعني ليس كثيرا جدا بالمقارنة مع الولايات المتحدة واليابان، فربما هي ممكن أن تتدخل في هذا التصادم لنشوف ماذا سنحدث بين البلدين. ولكن على خلفيتها الولايات المتحدة وعلى خلفيتها وصلت الفكرة سيد يحيى. وصلت فكرتك. أشكرك جزيل الشكر من دبي السيد يحيى تشوشيوان خبير العلاقات الدولية، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا نهاية تغطيتنا، نشكركم على طيب المتابعة، صاحبكم فيها محمد رضا، وإلى اللقاء.